هون وصلنا على غرفة الملك أودينا. لاحظوا هالردها هون، درج خمس درجات القاعة. هاي القاعة الملكية، القاعة الملكية الملك أودينا. لاحظتوا معي هون النقوش العربية الأصيلة التدبرية اللي منها امتدت آثارها ولبلاد الرومان، واللي ما تزال حاضرة حتى الآن في الآثار الرومانية بإيطاليا بمدينة روما. هذه القاعة هون ملاحظينها هون، كان الملك يستقبل فيها زواره التجار اللي كانوا يجوا من بلاد الهند، اللي كانوا يجوا من يعني تجار طريق الحرير من بلاد الهند، من شرق آسيا ومن شرق أوروبا. لاحظوا معي هون الباب الرئيسي اللي استقبال الزوار، وكان في هون عبارة عن آثار للمقاعد الحجرية اللي كانت تصطف هون وكانوا يقعدوا هون. بقايا العرش، عرش الملك أذينة اللي كان يقعد هون ويستقبل الزوار. طبعا هون كانت يتم تقديم القرابين والهدايا للملك أذينة. طبعا هذا الحكي موثق بالقرن الثاني قبل الميلاد.